الأخبار من اي تي في العدالة. وفيها سمو رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا من مستشار الأمن القومي الأمريكي. إلغاء إقامة العمالة مادة 18 القطاع الأهلي عند التواجد خارج الكويت 6 أشهر فأكثر. المدنية تنفي تسجيل عناوين على محولات كهرباء. الأرصاد الرؤية تنخفض لدون 1000 متر. ورياضيا 100 يوم على انطلاق كأس العالم 2022. ومن العناوين إلى التفاصيل. تلقى سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا من جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية، نقل خلاله تحيات وتهنئة جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة تشكيل سموه للحكومة الجديدة. وعبر سموه عن خالص الشكر والتقدير على البادرة الطيبة التي تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية. أعلنت وزارة الداخلية أن قطاع شؤون الإقامة سيبدأ الإلغاء الإلكتروني لإقامات العمالة المادة 18 العمل الأهلي التي مضى على وجودها خارج البلاد مدة 6 أشهر فأكثر. وقالت الوزارة في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إنه سيتم احتساب مدة وجود تلك العمالة خارج البلاد اعتبارا من تاريخ 1 مايو 2022 حتى تاريخ 31 أكتوبر 2022، ومن ثم يتم إلغاء إقاماتهم تلقائيا بعد مرور 6 أشهر تطبيقا للمادة 12 فقرة 3 من قانون إقامة الأجانب. وذكرت أنه لا يوجد إذن غياب للعمالة مادة 18 خارج البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر، إذ سيتم سقوط الإقامة تلقائياً، مبينة أن من يريد بقاء صلاحية إقامته عليه العودة إلى البلاد قبل تجاوز فترة 6 أشهر من تاريخ المغادرة. نفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية كل ما يتم تداوله بشأن وجود سجلات عناوين لقاطنين على محول كهرباء، وأوضحت أن الإجراءات لا تسمح بتسجيل مثل تلك البيانات. وناشدت الهيئة كل من يدعي وجود بطاقة مدنية مسجلة على موقع لمحول كهرباء أن يتقدم بشكوى رسمية إلى النيابة العامة. أكد المدير العام للهيئة العامة للشباب مشعل الربيع الاهتمام الدائم لدولة الكويت وسعيها الحثيث إلى تمكين الشباب وإتاحة الفرص أمامهم للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وتحقيق طموحاتهم. وقال الربيع بمناسبة يوم الشباب العالمي الذي يصادف اليوم الجمعة إن هذه الفعالية تمثل فرصة للحكومات لزيادة اهتمامها بالشباب وإعطائهم الدور المستحق في بناء المجتمع لخلق مستقبل أفضل. وفي اليوم العالمي للشباب قدم مجلس الشباب الكويتي الذي يضم 36 شابا وشابة من جميع محافظات الكويت قدم رسالة عبر فيديو نشر على حساب الهيئة على موقع التواصل تويتر. مساحة مجلس الشباب هي مساحة للتحدي، وسنسعى جاهدين بالمساهمة في رفع مؤشرات دولة الكويت على المستوى الدولي. أحد عوائق لقاء الشباب هي انتقال الآخرين لتحقيق أحلامهم. الشاب الناجح هو الذي وصل لمرحلة نضج كافية أن تجعله يبدأ في قياس الموارد المتاحة أمامه والبدء بمشروعه الريادي الخاص. أود أن أقول أن الكويت لا تحتاج إلى الادخار في صندوق الأجيال بقدر الاحتياج إلى طاقة الشباب للدفع بعملية التنمية. الشباب العالمي نسعى إلى توطيد العلاقات مع كافة الشباب من كافة الدول في جميع دول العالم، وذلك للتضافر والتعاون لحل كافة الإشكاليات التي تواجه الشباب ومواجهة التحديات المقبلة. أوصيكم وأطلب منكم استثمار بطاقتكم لما في خدمة البلاد والعباد ولنفسكم لإيصال الكويت إلى المكانة التي تستحقها. كذلك أتوجه للأخوة أصحاب القرار بالاستثمار فيما تبقى
من طموح الشباب في هذه المرحلة الحرجة. بمناسبة يوم الشباب العالمي أحب أقدم كلمة لكل إخواني وخواتي من ذوي الإعاقة، إن الأشخاص من ذوي الإعاقة تجاوزوا إعاقتهم ولا شيء يقف أمام إعاقتنا سوى تلك النظرات التي تنظر إلينا بنظرة العجز، وإحنا قادرين وإن شاء الله بإذن الله راح نسعى لرفعة الكويت بأسمى صورة. قامت جمعية المتبرعين بالدم الباكستانية في دولة الكويت بتنظيم حملة للتبرع بالدم في بنك الدم بمستشفى العدان، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال لجمهورية باكستان الإسلامية. وصرح منظم الحملة أن الحملة تقام باستمرار بهدف توعية المجتمع وزيادة الوعي بمنتجات الدم الآمنة وأهمية التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة الآخرين. اليوم نحن في الأدان عندنا تبرع الدم في البنك الأدان المركزي للدم، وإن شاء الله هذا الأسبوع الناس من باكستان عندنا اليوم الاستقلال تاريخ 14 أغسطس، وهذا السبب نحن سويت في الكويت حملة تبرع الدم. تقريبا 250 أشخاص جوا وتبرعوا الدم، مو من باكستان، لا من كل الدول، جناس المختلف، وكل واحد هي هني عشان يشاركون ويا فرحتنا. وهذا تبرع الدم شيء عظيم، وهنا هني نتجمع نتبرع الدم، وهذه عشان ننقذ الحياة الناس احنا ما نعرفهم ومو لازم نعرف اصلا. 95% 90% هذا كله باكستانيين، بس في جنسية غير مصريين، في حنود، في بنغالي، كويتي. ما شاء الله كويتين ما شاء الله طعمهم واجد، وكويتين يجي من انت تقول من فوق 20% 15% كويتين يجي. قال مراقب المحطات في إدارة الأرصاد الجوية ضرار العلي إن محطات رصد عناصر الطقس التابعة للإدارة أظهرت انخفاض الرؤية الأفقية بسبب تكون الغبار لتبلغ أقل من 1000 متر في بعض المناطق خصوصا البرية في غرب البلاد. ودعا قائد المركبات خصوصا على الطرق السريعة البرية إلى توخي الحيطة والحذر من انخفاض الرؤية الأفقية والرمال الزاحفة المتراكمة على أكتاف الطريق، كذلك مرتدي البحر من ارتفاع الأمواج إلى أكثر من 6 أقدام. تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات باستهداف محطة زاباروجيا للطاقة النووية بعد تجدد القصف عليها أمس الخميس، وبينما رصد الجيش الأوكراني إشعاعات نفى الجانب الروسي ذلك. وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من عواقب وخيمة للأنشطة العسكرية قرب المحطة. ارتفع سعر برميل النفط $1.26 ليبلغ $103.76 للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس، مقابل $100.50 للبرميل في تداولات يوم أمس الأول، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. نال الراميان سارة الأحوال وطلال الرشيدي الميدالية الفضية في منافسات الرماية زوج مختلط تراب في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة المقامة في مدينة قونيا التركية. وأهدت الأحوال الميدالية لأهل الكويت متعهدة بتحقيق إنجازات قادمة في المستقبل. من جهته أعرب الرشيدي عن امتنانه لطاقم التدريب والوفد الكويتي لمساندتهم له، معربا عن الأمل في تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل لرفع علم الكويت عاليا. اقترب العد التنازلي من الحدث العالمي الأبرز الذي ينتظره جميع متابعي كرة القدم في العالم، وهو كأس العالم في قطر التي ستقام نهاية العام الجاري وبالتحديد بعد 100 يوم من الآن. وفي الدوحة ستتم متابعة المشجعين في الشارع بكاميرات مراقبة منتشرة في كل مكان ومجهزة بتقنية التعرف على الوجه،
وأمام جدار من الشاشات يتحكم الفنيون بالبوابات والتواصل مع المتفرجين، وبخمسة عشر ألف كاميرا في الملاعب الثمانية المضيفة للنهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر. من جهة أخرى، طور خبراء من جامعة قطر أنظمة مراقبة بطائرات مسيرة يقولون أنها ستقدم أدق التقديرات لعدد الأشخاص في الشوارع.